اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وصوت لصالح القرار 87 دولة وعارضته 26، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت. ووصف متحدث باسم الرئيس الفلسطيني تصويت الجمعية العامة بأنه انتصار، داعيا العالم إلى تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. للمزيد معنا من رام الله مراسلنا فراس لطفي. فراس لطفي، هو فعلا انتصار؟ في أي إطار يمكن اليوم قراءة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة المحكمة الدولية المتصلة بالقرارات بما تقوم به أيضا القوات الإسرائيلية؟ يعني فلسطينيا روبير اعتبر انتصارا دبلوماسيا، وهو في إطار اعتراف أكثر من 87 دولة في العالم بأن ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو احتلال إسرائيلي مستمر من أكثر من 5 عقود، وبالتالي هم اعتبروه أنه انتصار للدبلوماسية الفلسطينية، انتصار للقضية الفلسطينية، تثبيت بأن ما يجري على الأرض هو احتلال إسرائيلي يجب التحقيق فيه. وبالتالي هذا الطلب من محكمة العدل العليا في لاهاي هو لإعطاء وإبداء رأي قانوني عما يحدث في الأراضي الفلسطينية من عمليات استيطان وضم وهدم وما إلى ذلك، إضافة إلى مدينة القدس. ولكن جرت العادة، وكما كنا نتابع في السنوات الماضية، أي لجنة تحقيق دولية كانت ترفض إسرائيل التعامل معها والتعاون معها وحتى إدخالها عبر حدودها إلى الأراضي الفلسطينية لإجراء تحقيق، سواء في حرب عام 2014 في قطاع غزة أو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي رفعها الفلسطينيون في المحكمة ذاتها للبحث في قضية الاستيطان في الضفة الغربية. وبالتالي نحن نتحدث ما بين أمرين: ترحيب واسع فلسطيني بهذا القرار الذي اعتبر بأن هو بداية لجعل إسرائيل تحت القانون الدولي ومعاقبتها، كما قال بيان الرئاسة الفلسطينية، على ما تقوم به في الأراضي الفلسطينية، والانتقال من مربع الأقوال دوليا إلى مربع الأفعال. وبالمقابل هناك رفض إسرائيلي كبير لهذا القرار، جاء على لسان فيكتور ليبرمان مثلا وزير المالية الأسبق، الذي اعتبر القرار حقيرا واعتبره أنه مدان، وقال بأن هذا القرار يثبت مرة أخرى بأن لا وثوق بالمؤسسات الدولية. أردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة قال واستهجن القرار وقال كيف للدول التي صوتت لصالح القرار أن تعتبر وجود إسرائيل في أرضها وفي أورشليم القدس أو في القدس هو أمر يعني مدعاة للتحقيق. حتى الآن لم يحدث يعني أي رد فعل من قبل أركان الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الذي جاء هذا القرار بعد يوم على توليها الحكم في إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو التي اعتبرت الأكثر تطرفا بسبب عطلة يوم السبت. ننتظر خروج السبت لخروج مزيد من المواقف الإسرائيلية حول هذا القرار، ولكن نؤكد هنا بأن هذا القرار شكل يعني قلقا إسرائيليا كبيرا ورفضا إسرائيليا كبيرا. وقد استمعنا إلى الحكومة السابقة الإسرائيلية التي كان يقودها يائر لابيد، الذي توعد الفلسطينيين بأنهم إذا ما ذهبوا إلى الجمعية العامة للتصويت على هذا القرار فأنهم سيواجهون عقوبات سياسية واقتصادية. قد تتبنى الحكومة الجديدة هذا النهج وهذا الفكر في اتجاه فرض عقوبات على الفلسطينيين، ولكن على الأقل الجانب الفلسطيني اعتبر أن هذا تجديد يعني المواثيق الدولية التي تؤكد بأن ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو احتلال يجب إنهاؤه ويجب إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها. مباشرة من رام الله الزميل فراس لطفي.